قللت شويه في الكميات. لا انت عامله واجب والله العظيم. بجد؟ اه والله. يلا يلا بينا. عادي يا شوش. بصوا بقى انا ايه يعني ما ردتش يعني ايه عامله لكم حاجات كده جمبري بسيطه ده بسيطة. كله بسيطه حاجات بسيطه كده ايه عشا خفيف يعني احنا ما رضيناش لا 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 يا جماعه انا بقى ايه مش عايزاكم تتكسفوا بيت الكرم الله يخليكم انتوا ايه اصلكم شرقاوي زي ولا ايه ايوه طبعا شرقاوه ولا ايه شرقاوه زي ولا ايه اتفضل يلا شرقاوه اتنين وبتاع بصي من غير ما اتفضل انت بنتي زق الترابيزه معايا ما تزعلش ويلكم دي طحينه اللي عندك دي ويلكم يا سلام تعرفي تقشري لي حبه طحينه الشباب يتفرجوا علينا كده اتفضلوا معانا لا طبعا مش عايز من ده الكريسبي كريسبي ده تجربه الله يهديكي يا شيماء طب انت قول لي ايه كده اكتر اكل انت بتحبه اللي انتوا عاملينه ده بجد اه وفي اجمل من السي فود بحب السي فود مع ان الدكتور منعه عليا في حاجات كده وبالذات ده انما خليها على الله المهم الواحد ياكل اللي في نفسه صح طب قولوا لي كده في بدايه الجواز مثلا دي عملت لك اكله ما عجبتكش فشر بدايه الجواز لحد النهارده ولا ايه هو كان لسه هيقول فشر ما فيش حاجه عجبتني عشان كحن جبار هي هي بص عشان الطبيخ عنده شكر يا رب الطبيخ ده نفس زي ما بيقولوا لا هو اول ما اتجوزنا جاب لي جمبري وقال لي اعمليه بقى هتعرفي تعمليه قلت له اه اوصف لي وانا اعمله قال لي بس ما تحطيش عليه ميه فما غسلتوش سمعت الكلام انت سمعت الكلام في الحله وقال لي كل شويه اعملي كده اشيل البتاع واعمله كده لغايه ما استوى وبعدين جه قال لي ايه الريحه دي قلت له الجمبري طبقتي من غير ما تغسليه يا ليلى ده جلد ارانب ده ولا جلد ارانب ورمينا الرداعه كلها نسيت اليوم ده طب مدام دلال ما طبختيش ولا مره حاجه لا بطبخ والله ده بكاشين نصابين بتطبخ يعني ايه اصحى تطبخ يعني ايه لا لا مارش فيهم مامتها الله يرحمها كانت تعمل حاجات حلوه قوي لا بس انا لما بنوي اكلي حلو اه يعني تبع المود يعني في نفس نفس في الاكل بذمتك ده المهم كلت كريم كراميل زي اللي انا بعمله لا بيعمل كريم كراميل لا بجد؟ اه يعني. والمصحف ما اعرف ازاي انما بتطلع كده بركه بتطلع بالحظ كده تاخدي معلقه الكريم تلاقي الكراميل صحصحت معاك اوه فظيعه وانت تقدر كراميل تقف قدامك يا سموره ربنا يخليك ملازم يا اختي ربنا يفتحها في وشك حبيبي بتعمل ايه يا مادي؟ بتعمل ايه؟ ايه ده؟ سوري يا ولاد ايه ده؟ مش لا لا مش عايزه لا الفسفور إيه ده؟ غلط عليا ايه؟ ارمي لكم؟ طب رميت من البتاعه دي؟ لا 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 الفسفور غلط عليا لا كلها انت طب امال ده اللي في ايدك ده ايه؟ لا بس الدكتور قال لي خفف الفسفور عشان انا بقيت ازود عليه الموضوع شويه طب انا هقول لك حاجه اول ما تشبه حكايه الفسفور اللي في الجمبري ايه؟ ياما ناس قالوا جمبري زي هم ما حدش نور مفيش حاجه نورت طب انت بتصدق فعلا في موضوع الفسفور اللي في السي فود ده؟ لا صح اجيب لك بطاطس صيا ايه ده بحب البطاطس اللي هي بتبقى البطاطس اللي مع السمك في الصينيه لا ما حبيتش ده برنامج دوق دي ايه يا مندي دي كل وشك ايه دي برنامج كل وشك طب قولوا لنا انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي مش في صنف حلويات صح اسمه كل وشك صح انت بقى اللي انا اكلتها دي بطارخ بجد؟ طب يلا قولوا لنا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ ده ايه؟ بطلس. لا في بقك طبعا الله 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 الف هنا عايزين نعرف اتعرفتوا على بعض ازاي؟ يا لهوي لا يا سمير لا يا سمير ما تبوظليش هدومي والنبي شكرا يا سمير اعطاها لك بلاش حرامي. لا 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 بس عشان مش احنا بنشتغل طب قولوا لنا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ زي الناس انا سمير الغانم هو اللي عمل لي تيست تيست في المسرح كان جورج سيدهم ربنا يمسيه بالخير كان كنت انا جديده خالص ومعاه في المسلسل وهم كانوا بيعملوا مسرحيه اهلا يا دكتور ولسه ما جابوش البطله فجورج سيدهم قال لي تعالي اوريكي سمير غانم والله يرحمه الاستاذ حسن عبد السلام المخرج فقال لي قبل بس قبل دي عارفه مين اللي كانت هتيجي تعمل الدور اسرار الحكيم سبحان الله وجا شافها الاستاذ حسن عبد السلام الله يرحمه كل حاجه
جت اثار الحكيم بكلم الاستاذ المنتج كان سمير مكتشفها اكتشف اثار هي جميله في الكوفي شوب كده لذيذه وجايه اجنبيه كده. المهم ايه ففي المنتج بقى رياض العريان الله يرحمه كنت قاعد عنده قال لي يا اخي مفيش وجوه جديده قلت له والله انا جت بنوته عشان المسرحيه الجديده زي القمر قال لي هاتهالي وكانت غلطتي بقى رحت موديها له ما طلعتش لا كان ايامها المسلسلات اللي بنصورها في اليونان ودبي وكده فخدها بقى مسلسل فرجعنا بقى كان ايه من نصيب الانسة وهي جاية كده حتة فجورج بقى قدمني وقال لي جملة انا ما انساهاش ان الفن ملوش واسطة يعني مش فلان ده بس قدم طبعا. لو انت موهوب هتعرف وعندك استعداد حقيقي وبتحب الشغلانة هتنجح صح انما يعني ممكن واحد يجيب وسايط الدنيا كلها ويروح لاكبر مخرج واكبر منتج لكن هو ما عندوش الموهبه دي ما يمشيش ابدا صح هي بس بتبقى خطوات بتساعد صح فهو قال لي لو انت كويسه هم هياخدوكي انا مش هقرب لك يعني ماليش دعوه فطلعت بقى على المسرح وعمل لي تيست استاذ حسن عبد السلام المخرج اداني جمله كبيره كده من الدور اللي انا هعمله وقال لي قوليه بدلع قوليه بقوه قوليه باجريسيف قوليه مش عارفه ايه كده شريره مش عارفه ايه كده يعني استلمها بقى الاستاذ حسن فقال انا بقى لقيت بنت موزه حلوه جايه ايوه تمثل ما تمثلش مش مهم نيته كانت ايه فربنا قال له حضرتك عجبت بيها من الاول خالص قلت مش مهم بقى تمثل تلعب بتاع خلاص ما دام موجوده معانا خلاص هم مرنوها بقى استاذ حسن وجورج وحاجه كده لا حقيقي بس اكتشفت فيها حاجه بقى انها اولا الممثله صادقه جدا على المسرح وما تضحكش شوف انت عارف انا بضحك ازاي يعني انا ما انساش مشهد في فارس بني خيبان وانا واقف كده بتغزل فيها قلت لي يعني الكلام ده انت ما قلتهاليش ليه قبل ما نتجوز قلت لها لو كنت قلت لك ده ما كنتش اتجوزتك ايوه يعني انت من نوع الكتوم كده من تحب كده على جوه على طول طب يعني ما بيقولكيش كلام بطارخ ايوه ايوه انت مش معانا انت عارفه خلاص بقى اللي راح التاريخ الماضي مضمون انما ده اللي مش مضمون الماضي مضمون كلي والله لما تاكلي ايه ما دام في استلطاف خلاص غير البطارخ مش محتاجين دول عصافير دول لسه عصافير اجيب لك بطارخ يا مجدي لا ما انا اكلت منها اديتني لا والله حلوه لا بطريقه حلوه جدا طب قول لنا يعني هو بجد استاذ سمير ما بيقولكيش بقى كلام حب وكده ما كانش بيقول لك لا 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 هو العشق لا كان في الاول مثلا بيقعد يدلعني بقى ما قبل ما نتجوز بصي الراجل يجي بتاع أربع. الفل فل يا بيه فل يا بيه ياخد بقى ويبقى اربع سنين اربع سنين فل الجواز قبل المسرح اربع سنين المسرحيه شغاله كنا فيها زي المخطوبين يعني اول ما اتجوزنا بقى الراجل بتاع الفل قال له امشي يا ابني اتجوزنا خلاص راحت هي بقى ركزت همها تمشي كل اللي حواليا تعرف ان انا بس دي تروح من مرايا فقعه زومبا مطيراها يعني مدام دلال كان عينه زايغه فاضي تلاقيك نفسي وحدي عينه زايغه على طول لا على طول طبعا بيركز قفشتيه يعني قفشتيه استاذ فؤاد مهندس الله يرحمه كنت بشتغل شيرلوك هولمز ازاي طيب ازاي قال لي ايه قال لي قال لي دلال انت عربيتك الجديده عامله كام الف؟ قلت له 12000 يا استاذ، قال لي منهم 11000 بتلف ورا سمك. والله. حبيبي. انت انزل من البيت مرعوب الشارع اشوفها واقفه فين والعربيه صغيره وهي مقدمه الدركسيون قوي. هو كان يبقى بره اقوم انا اروح جايه ومغطيه بعلمك اهو يا بنات. ايوه اروح جايبه عربيتي وراكنه تحت البيت ومغطيه العربيه عشان ايه يجي بقى براحته بقى جايب معاه واحده صاحبته حد جاييني وانا منتظر فيبقى مطمن وهو طالع هو بره طبعا يلاقيني انا اوريدي جوه الشقه جوه منفضت الجهات كلها طب كنت بتعملي ايه بقى لو لقيتي فعلا داخل معاه واحده صاحبته لا ما شفتوش ما حصلش الحمد لله
كانت تبص بصة للي معايا تاجر على طول اللي معايا. لا ده مرة جه بقى مادي ده أقول لهم على الفضايح. قولي قولي اللي راح راح اللي راح راح خلاص. داخلة البيت ونزلت كنت رايحة أجيب التموين، داخلة البيت ألاقي الباشا بقى إيه صوت بقى ضحك بقى وكركعة بقى، وفي الآخر ألاقيه جايب واحدة ملبسها ياباني يقول لي أصل أنا مودي في الحاجات الصغننة، طب اتجوزني ليه؟ ده بيرسم على إنك أنت تعملي له يابانية يوم يابانية إيه؟ ده جايب واحدة قد كده واحدة قد كده وشايلة على كتفه. طب انت اتجوزتني ليه لما ده كيبه؟ ده اللي انت بتقولي عليه ده اللي شايل على كتفي. نسناس؟ ايوه ايه اللي شايل على كتفي ده؟ طب قولوا لي ايه اكبر مشكلة حصلت في حياتكم الزوجية؟ لا الحمد لله الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هقولك ايه؟ ختم يا حبايبي. انا مخي كبير وانا اكبر منها بكتير. يعني قلت لها بساعة الجواز قلت لها انا اكبر منك ب 20 سنة. خلي بالك يعني ايه ما تضايقنيش بقى وما تعكنيش عليا اللي هي هايله في الحته دي. يا مجرم. ايوه بخف الدم. ايوه انا باخد مننا فوائد. فالراجل اللي يفهم يعامل مراته ياخدها. قالوا له قال لهم اللي عايز تخلص منها اتجوزها. انا حبيت اخلص من دلال. اصل ليه؟ ايوه لو متتجوزيها بقى تضمني ما فيش مطارده. بقى ما فيش روح. انا عامل زي معاها كده مكبر دماغي ومطنش. مطنش مين؟ انا كنت معبرك اصلا ده انت حفيت ورايا. مطنش مين؟ حفي؟ انا بتكلم بعد الجواز مش قبل الجواز. مش ناقصين؟ ما تتلمي. حرام عليك يا حرام عليك. تتلمي مش قدام الناس. عادي هقول لك حاجه بقى تضحك عليها تستغربي لها. لما الست بقى تحط راجل في دماغها وتقول هو ده كان يجيني مسلسل بره مصر. تفضل تدوحر لما تطلع هي يا اما في نفس المسلسل يا مسلسل تاني. المهم وراك وراك. اروح انا بسيبك في الطياره وراك الاقيها. طب انت كنت اكيد بتفرح بالحاجات دي مش قوي يعني كنت بجد؟ الصراحه ما بيقول صراحه كده كده شالت البطروخ من بقها ما لحقتش تتهنى بيه كده كده. لا اصل ما بحبش المفاجاه. حبش المفاجأة الغير منتظرة طبعا. بس دي خلاص كانت أيام الدلع بقى. أنا طب لا انت تعيش العمر كله دول لي الدلع. بص المفاجآت بقى. أول هدية جابها لك أستاذ سمير إيه؟ إيه حلو قوي إنك سألت السؤال. ماشي أنا وهو عيد ميلاده 15 يناير وأنا 17 يناير. خلاص حلو. فأول سنة اتجوزنا هو قبل مني. قلت يا بت ايه خليكي شيك بقى وهاتي له هديه حلوه. جبت له هديه حلو. فقال لي مش مستني قوي. إيه شكرا بس أنا مش فاكر. لا والله لا لا جبت لك. يا لهوي انت نسيت طبعا. لا ده انا من كترهم مش فاكره. ده نفتكر مع بعض دلوقتي. بعد يومين بقى انا قلت هيرد لي بقى هديتي هيجيب لي هديه بقى تاني يوم. مش بعد يومين بعد يومين 17 فلقيته بيقول لي ايه شكلها وحش قوي ان انت لسه جايبه لي هديه امبارح وانا اجيب لك بكره هديه. لا 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 عايز. خلاص دي اول سنه. فجيت تاني سنه بقى ما انا لقيمه برضه. طيب لقم الفلاحين فيا بتاع الشرقيه. ايوه جميل. فجيت بقى ايه يوم 15 طنشت. كل سنه وانت طيب يا سمير ومن غير هديه. فهو جه يوم 17 بقى انا منتظره الهديه. ما انا ما رضيتش بقى عشان هو عشان ما تقوليش بقى دي صدقتي. بقول له ايه سمير مش النهارده عيد ميلادي ما جبتليش هديه. قال لي ما انت لو كنت قدمت السبت. الله الله ده ما فيش فايده. خلاص من ساعتها بقى لا هو يجيب لي ولا انا اجيب له. خلاص بس هي ايه لا والله نص فلوسها رايحه كل صحباتها ما شاء الله. لا انا كلاسات ليديات افكر في الهدايا. كل واحده عيد ميلادها تكون مجهزه الاقي حاجه داخله. ده مين ده عيد ميلاد ما اعرفش مين ده عيد ميلاد اسمها ايه وده يعني. لا حبايبي هم يعني كمان بيجيبوا لي يعني مش هم يعني بصراحه هباله. هم دي فلوسهم رايحه كده ودي فلوسهم رايحه. ليه دي هدايا يوزعوها فدلوقتي بقت ايه تيجي تورته كبيره في عيد ميلادي اصحابي يعملوا تورتايه افضل سايبها زي ما هي لحد يومين نغير الصوره واحط صورتها هي هي نفس التورتايه وفي الاخر ما بناكلهاش ابعتها بقى لاختي لحد شهوه الاكل التورته مش دلوقتي صح واحنا صغيرين وهي كمان هو يعني كل حاجه زمان كانت لها صح طعم كده. طب ايه تاني كان في بدايه جوازكو مثلا حاسين ان هو ما بقاش موجود دلوقتي؟ كل حاجه. ليه؟
يعني ايه كل حاجه؟ مش عارف. لا يعني مثلا ايه، كنت مثلا لما تروح حضرتك شغل فمثلا هي تحس ان انت وحشها، او هي مثلا لو تاخرت شويه إيه؟ لا 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 لا، اصل احنا من ساعه ما اتجوزنا وهو بيشتغل وانا الحمد لله بشتغل. بصي يعني خدنا الفتره الذهبيه يعني فتره الخطوبه بتاع دي كانت فتره ذهبيه، جاء الجواز بقى عادي. لا بقى واحنا متجوزين عملنا مسرحيتين مع بعض اللي هي فارس وبني خيبان واخويا هيثم. كانت فظيعه هي كانت ما شاء الله، فكنا يعني عشره مسرح وبيت دي لها متعه جميله خاصه يعني. صح حقيقي. كنتوا تبقوا نازلين كده رايحين الشغل مع بعض، كان احساس حلو قوي. ما انا ما كررتهاش اصل، مش معقول هيبقى البيت والمسرح، خدت لي بالك؟ يبقى لازم بعد كده بقى رفض بقى. يعني لا بيبقى صعبه صعبه على الراجل. لا هو كمان ما بيبقاش بقى واخد راحته على المسرح، يعني الادوار لازم نطلع بقى زوج وزوجه، لان كنا قدمنا بقى واتعرف ان احنا متجوزين ومخلفين وكده، يجي مثلا هو بيحب بقى يتغزل في البطله بتاعته فمش معقول هيقعد يتغزل في مراته. لا بلا الناس مش هتصدق، فكان ده دايما يعني وجهه نظره. قال لي لا خلاص دلوقتي لو مثلا موضوع مسلسل مسرحيه وطالعين احنا اتنين متجوزين اوكي. اقول لك حاجه، كنت في المسرحيه واتغزل فيها انسى ان دي مراتي. دي بنت اموره جت الحاره كده، كنت لسه صغيره، ابتدي غنانه وعسل والله. انت ابتدي بقى انا اقول وحاجات هي تضحك بقى يعني حاجات كده مش فاكر طبعا بقول ايه، انما ابتدي اتغزل يعني عشان اطلع بره الدور خالص. طب انتوا على مدار حياتكم ما تحسش الناس ان دي مراتي. طيب على السؤال اللي بقى، طيب على مدار حياتكم بتحطوا فلوسكم على بعض كده؟ تحطوا مع بعض؟ لا لا. ليه بقى؟ بس ما حدش لا 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 لا، اي حاجه تيجي يا انا ادفع يا هو يدفع، واحد في الدفع تمام، انما في المجيء لا طبعا فلوسي لوحدي. ومين معاه فلوس اكتر؟ دي مهمه قوي على فكره. لا بس حقيقي ما فيش فرق يعني، ما يعني عمرنا احنا ما نعرفش بنصرف ايه يعني ما فيش ميزانيه للبيت تمام يعني احنا